العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. من جملة هؤلاء السلف الصالح والعلماء الكبار الذين كانوا على الاعتقاد الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة سليمة، عقيدة السلف، وكذلك كان أتباعهم الذين أخذوا عنهم ورووا عنهم المذهب الفقهي. والآن وجد خلط كبير بل اشتباه عند بعض الناس، وهو في الحقيقة تلبيس وتدليس. أراد بعض الناس أن يلصقوه بأمثال هؤلاء الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة، فصاروا يأخذون عنهم المذهب الفقهي ويتعصبون لهم ويرون أن الحق هو ما جاءوا به من آراء فقهية تتعلق بمسائل الفقه، فقلدوهم في هذا واتبعوهم، وهم أهل لأن يتبعوا، لكن ليس في كل شيء وليس في كل مسألة، لأنه ما منهم أحد إلا وكان يقول لابد أن يعرض قوله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وهي الكلمة المأثورة عن الإمام مالك رحمه الله. والشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلى غير ذلك من الأقوال المعروفة عن هؤلاء الأئمة. لكن المحفوظ عن هؤلاء الأئمة أن لهم عقيدة اعتقدوها ودانوا الله عز وجل بها وعلموها الناس، وأراد بعض الناس جهلا أو تجاهلا أن يبين أن هؤلاء الأئمة لم يتكلموا ولم يدرسوا ولم ينصحوا ولم يؤكدوا على مسائل الاعتقاد، وهذا بالحقيقة كذب وافتراء عليهم، بل يدخل في عدم تقدير واحترام هؤلاء الأئمة الأعلام. فمالك رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه، وكان له معتقد معروف رواه عنه الأكابر وعلماء المدينة، وكلمته المشهورة في الاستواء لما سئل عنها، وهذا يدل على أنه لم يكن يأخذ بمذهب المؤولين أو المحرفين كالأشاعرة ومن جاء بعدهم، بل لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول أو الكيف غير معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، إلى غير ذلك من المقالات والمقولات والأقوال والآثار التي استدل بها الإمام مالك ورد بها على المخالفين ودونها في مروياته وفي كتبه، ونقلها عنه من تتلمذ على يده وروى عنه وسمع منه، هذا معروف شائع. ولكن أبى بعض الناس إلا أن يصر مكابرة في أن يكتم على الناس ما كان ينصح به مالك رحمه الله في أمره وفي مسائل الاعتقاد. وما يقال عن مالك يقال عن أبي حنيفة أيضا رحمة الله تعالى عليه، خلافا لما يروج عنه في لما يروج له المتعصبون له. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام المجتهد من علماء القرن الثاني، والإمام أحمد إمام أهل السنة في زمانه. فالأئمة الأربعة أصحاب عقيدة سليمة صحيحة، ورثوا عقيدة السلف، كذلك جاء أتباعهم من الذين أخذوا عنهم العلم أو تمذهبوا بمذاهبهم الفقهية، فأثبتوا أيضا هذه العقائد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك ردوا على العقائد الباطلة الزائفة وبينوا أنها لا تصلح لأن تكون مصدرا للمسلمين يستلمون منها العبر والمواعظ والدروس. فتوارث المسلمون هذه العقيدة خلف عن سلف حتى
حتى ممن كان متخصصا في بعض العلوم، كان له كلام وكان له أخذ للعقائد وكان له بيان للعقائد. الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح المعروف، وهو إمام محدث أمير المؤمنين في الحديث، حجة، حافظ، ومع ذلك له كتب وله رسائل وله مقالات في إثبات والتأكيد على عقيدة السلف والرد على المخالفين والمبتدعة الذين نسبوا إلى الله عز وجل ما لم يثبته في حقه ولا أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم، الترمذي، ابن خزيمة، إسحاق بن راهوي، وغيره من أئمة العلم الكبار، ابن قتيبة، حتى أئمة التفسير أيضا كان لهم شأن وكان لهم باع وكان لهم إسهام في إثبات هذه العقائد وتوضيحها وتدوينها. تقرأ كتاب ابن جرير الطبري في التفسير تجد فيه مثل هذه العقائد الصحيحة السليمة، ينقل عقيدة السلف ويعول عليها ويجعلها المصدر الأول ولا يزيغ عنها بتأويل أو تعطيل. الإمام ابن كثير صاحب التفسير المعروف المشهور، الإمام البغوي صاحب التفسير المشهور، ولهذا توجد بحمد الله عز وجل كتب ورسائل لأهل العلم وإن كانت في علوم أخرى لا صلة لها بالعقيدة، لكن تجد فيها شيء الكثير من مسائل الاعتقاد. ولهذا كان واجبا علينا جميعا أن لا نفرط في دراسة وتدريس مثل هذه المادة ومثل هذه المسائل، لأنه كما قلنا في بداية الحديث أن العقيدة هي أساس الدين.